علقت نفسي عود وانا جنت جالموت بالحب صرت مقروت مو بدحبها ومن هبد ما جوز ما جوز لا ما جوز لهالقلب محجوز هي الكبد هي الكبد دجوني بالسجن دخت وطحت بالطين ضليت واليوم وين هي الكبد لا هي البروح وعبور لجلها سطوح والحقها وين تروح طقوني طبقه وما متت طفيت بار وتعاركت بدوني بور وما دخلت بس من شفيتها ترعبلت هي اسويهم انج طشار عيوني اليوم تجد احنار وين الراد يندق بيج غير بايد اثر مخيار على مودج اشيل اثقال وتريق عسل وطحال لو واحد سحب لك يوم اعلنها حضر تجوار او خاب انت العزيزة والقلب بيتج وعلى ذراعي حبيبتها توسويتج خاب انت العزيزة والقلب بيتج وعلى ذراعي حبيبتها توسويتج اسويهم الج طشار جمال الصاك يرعى اطحقهم يدخون اللي يشم عطرج قبلته يتخربط احواله يظل دقلات يضرب وجهه يخبط لون وما يعرف يميز عمه من خاله وما يعرف يميز عمه من خاله بس الحلوه للحلوين 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 بس الحلوه للحلوين لا تقمع حد بحاله بس الحلوه للحلوين الحلوة للحلوين لا تقمع حد بحاله سلا بلا بلا العشق ما ريده بلا سرا سرا انت روح الزم سرا ورا مثل ما وعدناكم مشاهدينا الكرام اليوم ويانا حبيب احمد الناشطه في شؤون القضايا الاجتماعيه وناخذ اول اتصال. الو تفضل اختي من ويانا. انا اميره المثيره. تفضل اخت اميره مع حفظ الالقاب. ممكن احكي الانسه؟ اي نعم تفضلي ست وياك. مرحبا ست. اهلا اهلا وسهلا تفضلي. قولي لي بيش الساعه؟ دشاقياج دشاقياج. ست انا عندي مشكله. شنو مشكلتك اسمع حقيقة ست انا احب واحد يشتغل حرامي يجيب لي وريد يبقى من المشتل وبعيد الحب يجيب لي الدب احمر طيب انت تحبيه انت شو تقولين وانيش مدريني زين خلي نفسك مكاني انت محامية تحبين حرامي لا يعني هو الحب اذا اجى الحقيقة يعني ما يعرف شغل الانسان عمله وشكله ما له علاقة بس هو إذا عنده استعداد أن يتغير على مودي ويطور من حاله ويصير فتشي بالمجتمع فماكو مشكلة يعني عادي ماكو مشكلة هلا 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 تعبني 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 أيوة راحت أميرة يمكن كسرت التليفون لك عيطة سمعت إيش قالت؟ إيه أنا ترى ما بنتبه خاف مطوط
لك لا، بس قالت شنو لازم تتغير على مودها. شلون يعني؟ قابلوها الحبيبة، خلت تذكر مكتب العراب واسمي شخصيا شاهين العراب. طبعا أني قضية أبو طبر خذتها شخصيا. أستاذ حباب خلنا نسمع. هو أبو طبر انعدم من ورا من ترافع عنه. أقول لك أستاذ هو صدق عدم أبو طبر. هش متواصلين ياكم مشاهدين الكرام مع ست حبيب أحمد الناشطة في شؤون القضايا الاجتماعية. نحن اتصال آخر. ألو ألو، أنا اسمي أزل، ممكن أحكي ويا ضيفة حضرتك؟ إيه نعم ممكن، تفضلي وياك ست. أهلا يا أزل، تفضلي أسمعك. أهلا ست، أنا عندي موضوع معقد شوية. أنا قبل فترة خطبت الشخص واكتشفت أنه خطيبي عنده حبيبة سابقة. إيه يعني ماضي، وين المشكلة؟ صح ماضي، بس هو ما كان قايل لي بهذا الماضي، والمشكلة الأكبر ظهرت بحياته من جديد وبدت تشتغل وياه بنفس المكان. ألو تسمعيني؟ نعم نعم أسمعك أنا أسمعك. وأنا كلش أفقد أعصابي وأغار من أشوفهم واقفين سوا لو يشتغلون سوا. يعني إذا يوم من الأيام أفقد أعصابي كلش، إذا أقتلهم لو أسممهم أقدر أخذ براءة؟ هاي انت من شو وقت هنا؟ من بديت تفكرين انه تقتلين لو تسممين واحد مين؟ لا انت غلطانها، عشان انت تحكي، انا اصلا كنت احكي ويا صديقتي. اكيد واجهتك شي حالات قضايا انتقام لمجرد الشك في وجود الحبيبه السابقه مثل ما قاعده تفكر ازل. الحقيقه يعني الغيره موجوده عند بعض البشر ومؤذيه لما تصير بيناتهم، بس بالنسبه للازل يعني ماكو داعي انه هي ترتكب جريمه وتسوي فت قضيه، لان هي بالتالي مجرد شكوك. بعدين هم بعدهم بدايه خطوبتهم، فهي اذا تشعر او بامكانها ان تسال خطيبها اذا هو كان عنده بعد اكو مشاعر تجاهها بامكانهم ان ينفصلون. وحقيقه انا رايي الشخصي افضل ان ينفصلون قبل الزواج احسن مما بعد الزواج. حيل، وأخيرا لقيتك؟ ألو مساء الخير. يا مساء الأنوار، أهلا. أنا رغدان، فنان تشكيلي. ما عندي مشكلة قانونية وأي واحد، بس عندي مشكلة راسم بنية ما أعرفه وما شايفه، بس شايفه بخيالي. جميل، حلو. وهاي البنية اليوم شفتها وسمع صوتها. طيب ما قلت لها اللي صار وياك؟ هاي البنية هي انت. هي انت. نعم. عيونك. خايب ما تنجب. شعرك. شدع الكسرة. شفايفك. شفايفك. غزل بشفايفها. كيف هي قاعدة هني؟ شفايفك. سام. نعم سيد. هني أنا. امشي امشي شدي هذا. راجع المكان، ما ردت تلفزيون. هاي ما تلفزيون أنا. امشي خذ. يلا. أنا ما تلفزيون أنا. أنا جاي أشتغل. أبغى تلفزيون أنا. أبغى. شفايفك. يقول لها شفايفك. شفت الفيسبوك والانستغرام شلون مخبوص بحبيبه؟ يا شكو كلها منزله فيديو هذا الولد رغدان اللي اتصل وقال راسم حبيبه قبل 10 سنوات بدون ما يشوفها. يا معوده، مو قلوبنا خلصت من قصص تامر حسني. هاش بيك مسخنه؟ اجيب لك كمادات؟ يا تامر حسني يا ماما. ايش بيج؟ هذاك يتفق ويا وكم وحده وينطيها فلوس بحفلات تتخربطني يطلع على المسرح وتصير ضجه، وصاحبتنا اكيد اتفقت لها ويا واحد يتصل وهيك يحكي. رغوده شفتي حبيبه؟ خير، ليش تسال عليها؟ عندي مرافعه يمه تراجع لي اياها. مرافعه؟ لو تعرف قصه هذا المعجب قبل 10 سنوات. ايش بيشني فيني تجد تحكين؟ شنو بدي احكي؟ ليش انت وياها قبل 10 سنوات؟ مو كنتوا كبر؟ كبر؟ هاي جايز. هاي رغوتي حياتي، سوي لي فنجان قهوه ساده، اوكي؟
لا اريدها سكر زياده اليوم تحديدا سكر زياده. العب المزاج صار من ساده الى سكر زياده. هاي شنو البارحه صار وياك على الهوى ست حبيبه؟ شنو صار الحدث؟ موضوع الرسام الولهان اللي راسمك قبل 10 سنين. راسم عيونك، شعرك، نفس شفايفك. ضحكتني. يعني وشكو بها؟ وين المشكله؟ يعني هو متخيلني وراسمني، وين المشكله بالنسبه له؟ المشكله انه انا وياك كنا مرتبطين قبل 10 سنين، وهو راسمك هم قبل 10 سنين. ما اعتقد اكو مبالغه بالموضوع انه يرسمك بدون ما يشوفك. شنو انت؟ شنو انت؟ شنو انت تخبط رمضان بشعبان؟ شنو الحكي هذا؟ انت باي حق تحاسبني واحنا اساسا ماكو اي شيء واي ارتباط بيني وبينك؟ احاسبك ونص، يعني هو راسمك بنفس الفتره اللي انا كنت مرتبط بيك. انا لا عرفه ولا شايفته وملا حزايده ما اريد اسمع من عندك. الو؟ اهلا. اهلا اهلا. ها هاي انت؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك، يا مرحبا. اي طبعا طبعا. يعني اليوم؟ ليش لا؟ ليش لا؟ ماشي ماشي تمام، يلا باي باي. يعني مدى تخيل انه انت قدرت ترسمني قبل 10 سنوات وانت ما شايفني؟ يعني يصير انت تكون شايفني بمكان واني ما اعرف؟ لا ما شايفك بمكان، بس انا مؤمن انه الخيال يشوف اشياء ما تشوفها العين، وانا شفتك بخيالي. طيب شنو سميتني؟ اقصد يعني شنو سميت اللوحه؟ المونا بيتزا بالجبن. كانه سمعت صوت واحد يقول مونا بيتزا مايونيز. انت شنو سميتها، المايونيزا او المايو بيتزا؟ لا شلون؟ لا سميتها اله الخطى الصامته. قطة صامتة المسكينة لازم كان نازع الحذاء وتمشي بالجواريب. لا أنا هسه سمعت صوت واحد يقول كعب وجواريب وبدون حذاء وش يعني تصير وياي. مرات أسمع أشياء ما موجودة أسميها صوت الخيال. لا يا شاخط، ويا خيالي مين الصوت يا حظي؟ شاخط؟ لا هسه أنا سمعت صوت واحد قال شاخط. أكو شاخط بالموضوع. مايو بيتزا ها؟ نازع الحذاء وشاخط. تدرين هذا لقطة؟ يعني صحيح فعلا، يعني هو كيوت ومثقف ومن يحكي يعني كلش ما يلمل ابد ما يلمل، بس يعجبني اسمع. والاحلى بها رسام، الله ايش قد احب الرسم. وش راد الرسام؟ اشرب مي اشرب مي. ما تقولي شو راد للرسام؟ اصلا اني كنت اخذ 5 بالـ10 بالرسم. نيالي 5 ويفتخر. شو تسردين؟ مو خير من الله 5 من 10، على الاقل ناجح. يعني انت تعرف ترسم مو؟ ما بدي كل شيء رسم قاعدي اصلا شنو انا دائما كنت ارسم منظر طبيعي احسن واحد بالذول الجهال كلهم قاعدي ارسم هيك علامات فيه ومنها شارع ومنها شارع ومنها شنو الدجاج اخليه وفيها شارع حبيبه راح يسدون الشارع انا اقول لك دير بالك دير بالك من هذا الرسام ليش شو مسوي؟ هذا قلبي يلعب من عنده هذا شافك بالتلفزيون ورسمك وادعى انه راسمك قبل 10 سنوات. لا استاذ ما اعتقد، لان هو نفسه اللي نزل اللوحه على حسابه بالانستغرام. ما شنو صعبه؟ صعبه؟ ابويا اي زعطوط هسه بالفوتوشوب يرقم له صوره وينشرها على السريع. والله انا كلش احب الفوتوشوب، حتى انا اعرف اشتغل عليه فوتوشوب. فوتوشوب؟ نعم. اي فوتوشوب هذا مال برنامج مال فيفي عبده. اكل اكل. حبيبه انا قلق عليك. أنا خايف عليك استاذ، أنا تلميذتك
شنو يعني نخاف علي؟ ما يحتاج نخاف علي. إيه بس أنت يعني لا يعني مازن يعني ديري بالك. شنو جاهين؟ أكل أكل. دير بالك حبيبي دير بالك. دير بالي ماشي. عجبك المرسم؟ جدا يعني حقيقة فعلا عالم ثاني لأنه ريحة الزيوت واللوحات الفنية الجميلة يعني فعلا حلو حقيقة عجبني. وهاي اللوحة؟ الله هاي شقد حلوة هاي كلش تشبهني هاي آني بالضبط. أنت بخيالي صار 10 سنين متى تصورين شقد كنت منتظر هذا اليوم اللي توقفين بيه قبالك اليوم اللي يمتزج بيه الخيال بالواقع إلى هالخطى الصامتة. العفو هذه منو اللي على الحائط؟ هذه؟ ايه هذه جرح الاول. جرحك الاول؟ زوجتي السابقه. طيب انت قلت زوجتي السابقه، ليش لحد الان معلق صورتها على الحائط؟ طبعا عذرا مو تدخل، لا تعتبره تدخل بس ممكن تعتبره فضول محاميه. لا بالعكس تتمونين. يعني انا قبل لا اعرفها ب10 سنوات رسمتها، لذلك معلق صورتها على الحائط وصفتها لوحه مو زوجة سابقه. نعم زواجنا ما استمر، كان سريع ما استمر اشهر. اها بس غريبه يعني انه زواجكم ما استمر وانفصلتوا ويعني موضوع غريب ليش؟ خانتني. خانتك؟ بعد الزواج باشهر خانتك؟ لا هي ما خانت بس انا قبل لا تخون طلقتها. هاي ما فهمتها خانتك و قبل لا تخون وراح تخوني ويعني لحظه ترى صارت هوسه ما اركز. لا خلي انا ابسط لك الاشياء. شوفي بعد شهر من زواجنا انا رسمتها بس ما اعرف ليش رسمت صوره واحد ما اعرفه بصفها فانا خمنت قلت راح تخوني ويا هذا لذلك طلقتها. انت صدق تحكي؟ يعني هي فعليا ما خانتك بس انت بحالك خمنت انه هي راح تخونك بعد 10 سنوات؟ بالضبط بعد 10 سنوات. انا خيالي سابق الاحداث بعشر سنوات. رسمتها وبعد 10 سنوات لقيتها. يعني مثل ما صار وياي انه انت رسمتني وبعد 10 سنوات شفتني. العفو هاي منو ممكن اشوف؟ يعني هاي يعني رسمتها بس بعد ما كان انا. اي شوفني. هاي رسمتها البارحة عجبتك؟ اي هسه نفس الموضوع يعني طخت هسه طخت يعني. شوف خليتيني انتهي بالسوالف والشاي برد، راح اجيب شاي حار واجي. اي روح يلا روح. استاذ هذا طلع مخبل ومريض يعني عقله مو براسه ما ادري ايش فيه. بالعكس حبيبه هذا مو مخبل هذا يفتهم. خابري لي اياه الرسام خليه يجي هسه هسه يلا. ليش عندك وياه؟ اريده يرسمني. يرسمك هسه حتى يحبك بعد 10 سنوات مو صحيح؟ شنو هالحكي؟ حبيبه حبيبتي ببالك وين راح؟ لا لا انا اريده يرسمني وانا قاعد على الكرسي مال نقيب المحامين العرب. ايه انا مت بعد 10 سنين اصير النقيب. شنو رايك؟ يعني اكيد مسودن على مسودن تخبل. شنو؟ لا لا هيش هيش يعني بس دا اقول الفكره حلوه عجبتني كلش حلوه فلذلك راح اعطيك رقمه وتقدر تتواصل وياه دايركت. حلو. اي حبيبه ايش بيك ايش بيك باليوم كم مره تقول حبيبه وتصير حبيبه ايش بيك؟ اسف. سلقت نفسي عود وانا جنت جلموت
بالحب صرت مقروت مو بدحبها ومن هبد ما جوز ما جوز لا ما جوز لها القلب محجوز هي الكبد هي الكبد دجوني بالسجن دخت وطحت بالطين ضليت وين يومين هي الكبد لا هي البروح وعبر لجلها الطوح والحقها وين تروح طقوني طنقه وما مدت طبيت بار وتعاركت ابنوني بور وما دخلت بس من شفيتها ترعبرت هي الكبد اسويهم انج طشا عيوني اليوم تجد احنا وين الراد يندق بيج غير بعيد اثر مخيار على مودج عشيل اثقال وتريق عسل وطحال لو واحد سحفنج يوم اعلنها حضر تجوا او خاب انت العزيزة والقلب بيتج وعلى ذراعي حبيبتها توسويتج خاب انت العزيزة والقلب بيتج وعلى ذراعي حبيبتها توسويتج اسويهم الج طشار جمال الصاك يرعى اطحقهم يدخون اللي يشم عطرج قبلته يتخربط احواله يظل دقلات يضرب وجهه يخبط لون وما يعرف يميز عمه من خاله وما يعرف يميز عمه من خاله بس الحلوه للحلوه